سمعت الفترة اللي فاتت كلام كده عن وقف العمالة المصرية في الكويت وعن وقف التأشيرات والرسوم الجديدة اللي هتطبق. بلاش ده. طيب قانون العمل الجديد والقرارات الجديدة للعمالة المصرية، كل ده كوم، واللي هنقوله في الفيديو ده كوم تاني خالص. خلاص هتسافر الكويت بأسهل الطرق وهتعمل التأشيرة وكل ورقك هيكون جاهز بالتطبيق ده، التطبيق اللي الحكومة الكويتية أعلنت عنه. هقولك التفاصيل وتعمل إيه بالظبط عشان تطلع تأشيرتك بسهولة، وإزاي ده هيتم وفي نفس الوقت مع تكويد بعض الوظائف، ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. سؤال كل ساعة وحيرة كل يوم بالنسبة للمصريين في الكويت، إزاي هيتم تكويت الوظائف في الكويت وهيستغنوا عن العمالة المصرية، وفي نفس الوقت بيقولوا هيعملوا تطبيق جديد للعمالة المصرية؟ أنا هقول لك. الساعات اللي فاتت انتشرت الأخبار وكأنها بشرة سارة لكل إخواتنا المصريين اللي عايزين يسافروا الكويت يشتغلوا هناك، وهو إن برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، إن الكويت هتعمل الفترة الجاية تطبيق اسم كويت فيزا، وده وفقاً للي نشرته صحيفة القبس الكويتية. عملوا التطبيق ده عشان ينظم تأشيرات الدخول للكويت ويتحقق من صحة كل الإجراءات اللي المفروض أنت كمصري بتعملها علشان تسافر تشتغل. الشيخ طلال الخالد أعلن عن إصدار عدد من القرارات اللي بتخص أعمال لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل، وده طبعاً بعد ما عقدت اللجنة أولى اجتماعاتها بعد تكليفه برئاستها. اللجنة دي أقرت أنه هيتم إضافة خدمة التحقق من هوية العامل وصلاحية إقامته وصحة بيانات مهنته من خلال تطبيق هويتي، وده في حالة الاستعانة بأي عمالة من المواطنين والمقيمين. معنى كده أن كل شخص هيقدر يتحقق من هوية العامل اللي هيقدم الخدمات له علشان يتفادى العمالة الهامشية. كمان في مجموعة من القرارات أصدرتها اللجنة خاصة بتعديل التركيبة السكانية، وهي إلزام الجمعيات التعاونية بسرعة تكويت كل الوظائف القيادية والإشرافية ورفع نسبة العاملين في الجمعيات التعاونية، وده طبعاً هيوفر 3000 فرصة وظيفة للكويتيين في القطاع التعاوني، وتوفير كمان عدد كبير من الوظائف الاستشارية للمواطنين المتقاعدين في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية. كمان أصدرت اللجنة قرار بتكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع القطاع الخاص لإعداد برنامج يتضمن مشاريع تدريبية متخصصة تركز على تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية الكويتية للعمل في القطاع الخاص، وده علشان يأهلوا الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص وتشجيع العمالة الوطنية ودعمهم، وده هيكون من خلال منصة فخرنا الخاصة بتعيين المواطنين، وهيبدأوا العمل فوراً في كل القرارات دي بحيث يكون الاجتماع الجاي لمناقشة اللي تم تطبيقه. كل اللي تم معناه إن الكويت مش هتستغنى عن العمالة المصرية بنسبة 100%، وكلنا عارفين أهمية العمالة المصرية وتأثيرها على حجم الاستثمارات هناك، ولكن اللي هيحصل هيكون في تنظيم بحيث يبقى في فرص لكل الناس سواء مغترب أو مواطن كويتي. انتوا شايفين القرارات دي ممكن تأثر على وجودكم هناك كمغتربين وعمالة مصرية، ولا ده حق المواطنين الكويتيين على دولتهم؟ وهل ممكن التطبيق ده يكون في صالح المصريين ولا مجرد حاجة بتهدي الموضوع لحد ما يتم تكويت الوظائف زي ما بيقولوا؟ شاركونا في التعليقات.